سائق ديال الطاكسي. بديت في هذه المهنه سنه 2009، مزوج وعندي وليد سميتو معاذ الله يخليه ليا. الفكره هذه والله العظيم الا خدمتها لراسي وجاتني لراسي، ولاني كانت بالمعاونه ديال صاحبي وعشيري يوسف 45، هو اول واحد واول رابور اول فنان تاق فيا وداز معايا ودوز معايا انترفيو. وفاش دوزنا الانترفيو قال لي بان هذا الشيء راه داز نايس وراك غادي مزيان والفكره مزيانه، قال لي كمل. العظيم ما عدا عندنا الربح كامل هو نبينو فاس بواحد الصوره طيبه، حيت كما كتعرف دابا كل شيء كيقول لك فاس عندها سمعه خايبه، يعني الاجرام السرقه هذه. راه بغينا بهذا البرنامج ديالي بغيت نوصل لهم بان فاس راه الحمد لله يعني راه العاصمه العلميه، ويعني وتخرجوا منها وزراء اطباء يعني، ومدينة فاس والله العظيم الا راه احسن مدينه في العالم، ما بالك مدينه يعني عندها 14 قرن راه بلا ما نزيد. يعني كنا ان شاء الله خدامين بواحد الخدمه يعني في شكل، ولكن دابا منين جا هذا الفيروس ديال كوفيد 19 يعني وقفت الحركه شويه. علاش؟ حيت حنا البرنامج في الاول بدينا غير مع المشاهير والفنانين غير ديال فاس، ويعني فاش درنا لي كونتاكت مع بزاف ديال الناس منهم عثمان عاتق مستر كريزي سبيسيال ديديكاس ليه هو وعبد العظيم السبعاتون، يعني كانوا غادي يجيو وكانوا بزاف ديال الفنانين غادي يجيو منهم حتى فاطمه زهراء القنبوع بطلة ديال الفيلم ديال ياقوت العنبر. ولكن للضرورة احكام كنتمنوا من الله عز وجل يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحاله الطبيعيه كيف كانت وما يكون غير الخير. اللي بغيت يعني دابا حاليا كاين عرفتي شكون ما كرهتش دنيا باطمه. وبالنسبه للاماكن اللي غادي نديها فاس، يعني اول حاجه بعدا هو البرج الشمالي والبرج الجنوبي، وزيد على ذلك المدينه القديمه يعني ديال فاس راه كتعتبر اقدم مدينه في العالم حيت عندها 14 قرن، يعني هذا راه في حد ذاته راه شي حاجه. كتكون غير في الطاكسي يعني في الطواكسي غاديين دايرين كنتساراو كندردشو وكنهضروا، هادشي اللي كاين بالمجان يعني لوجيست كيكونت كما هما كيكبروا بيا داك الفنان وكيجيو لعندي عاوتاني انا كندورهم بليك. الرساله ديالي للشباب والطاكسيات وللناس اللي كيتبعوا القناه ديال الطاكسيور، ان اللي عنده شي هدف واللي عنده شي فكره في دماغه يحاول يطبقها على ارض الواقع، وراه ما يكون غير الخير ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.